مفيش ممثل في العالم بيحلم، مفيش ممثل في العالم ما بيحلمش بالعالمية، لكن يعني ما احنا بنسعى. واعتقد ان الصناعة مؤخرا عندنا في مصر طورت تطور كبير جدا من خلال الاخراج ومن خلال التصوير ومن خلال الصورة، تقنيات الفيلم نفسه بقت عالية جدا، تقدري تتشافي بره بشكل كويس. ده على المستوى العربي على فكرة، مش على مصر، مصر تونس مغرب. اعتقد ان الفيلم العربي مؤخرا بقى ليه وزن وثقل اكتر في المهرجانات العالمية على جميع مستويات الفيلم. السؤال التاني بتاع حضرتك، المسرح، انا عملت مسرحية واحدة بس في حياتي، حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين. ما اعرفش يعني، هو المسرح ما حبنيش، ما اعرفش يعني، لازم اروح كل يوم وفي ميعاد وكده، فما اتفقناش. ان شاء الله نكرر. اتفضلي حضرتك. انت ليه سبت الميكروفون هنا؟ تاخد المايك.